تهديدات إسرائيلية متواصلة ضد برنامج إيران النووي وصلت حد التأهب استعداداً لشن عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية. ترجم ذلك تحفيز وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهي ولايته بيني جانتس لطيارين جدد أثناء حفل تخرجهم من دورة تدريبية في قاعدة حتسريم بجنوب إسرائيل، حيث وضعهم قبالة احتمالية مشاركة بعضهم في ضربة عسكرية ضد إيران. تصريحات جانتس سرعان ما لاقت صدى واسعاً، خاصة بعدما أكد أن بلاده تمكنت من تطوير قدرتها على ضرب منشآت نووية إيرانية خلال السنوات الأخيرة. التصريحات نفسها أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل المنتهي ولايته يائير لابيد، الذي أوضح أن بلاده لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي، ما يجعلها ستتحرك إذا اقتضت الضرورة لذلك.